كفر وجعل والدة الإله ينبوعا لعنصر الحياة ومبيدة للموت ومفيضة للحياة للمرتب. نسبح المبديع وحده نحن المخلصين ونزيده رفعة مدى الدهور. تغبطك يا والدة الإله وحدها أيتها البتول الطاهرة إن حدود الطبيعة قد غلبت فيك لأن المولد بعد الولادة بتول وبعد الموت حيا. يا والدة الإله أنت تخلصين ميراثك دائما. جميع الأجيال تغبطك يا والدة الإله وحدها إن قوات الملائكة ذهلوا لما شاهدوا في صيون سيدهم الخاص طابقا في يديه نفس النسائية لأنه قد خاطب التي ولدته بطهارة كما يليق بابن قائلا هل أمي أيتها العفيفة لتتماجدي مع ابنك وإلهي. جميع الأجيال تغبطك يا والدة الإله وحدها إنما صف الرسل قد دفنوا جسمك القابل الإله ناظرين إليه بإحتشام وهتفوا بنغمات شجية قائلين يا والدة الإله بما أنك منطلقة إلى الأخدار السماوية نحو ابنك فأنت تخلصين ميراثك دائما. أيها الرسل اجتمعوا في الأبطار إلى قرية الجسمانية.
السماء تفرح في رقادك، فهو سرور الملائكة، والأرض بأسرها لك ترسل التسبيح مرتلة نشيدة تجنيزك. ثم سيد الكل ومنقذة الألم من قضاء جد كان يخيفه، إن الرسل هرعوا من جميع أبطار الأرض بتدبير الله من أجل دفنك. فإذ رأوك مرتقيا من الأرض للعلا سبحوك قائلين بلهجة جبرائيل متهللين: افرحي يا مركبة اللاهوت، يا من وحدت بطفل الأرضين والعلوين، يا عروس الله العالي البتولة والوالدة، يا من قد ولدت للعالم الحياة، قد انتقلت إلى الحياة وحولك القديس رئاسة وملائكة رسلا وأنبياء وخلق كثير. أما نفسك